طيب دكتور رأفت، انا عاوز اسال عن على يعني ابتدي بالصداع النصفي، لان احنا معظمنا عندنا الم في راسنا، يا اما صداع عادي، يا اما ناس كتير قوي بتشخصه او بتقول عليه صداع نصفي، يا اما في وجع ايا كان ايه هو في الراس. فانا اشخص الصداع ازاي او اشخص الالم ده ازاي؟ هو اللي هيقدر يشخص الصداع هو الطبيب المتخصص، سواء يعني اخصائي علاج الالم او دكتور المخ والاعصاب. احنا بنقول بصفه عامه الهيدك او الصداع ده جزء من الام الوجه، بنقول عليها اوروفيشال بين، او الام الوجه والدماغ والرئة بصفه بقى عامه، والدماغ، تمام. والفم. يعني مشكلتها ان هي معقده شويه، واعراضها او انماطها بتختلط ببعض. يعني من الحاجات الغريبه ان هو الصداع ممكن يتغير، يبتدي مثلا تنشن اللي هو التوتر ويقلب صداع نصفي. تمام. في والصداع حاجه النصفي ده عضوي خلاص، يعني ده بتحس بيه ان انت جزءك اليمين او الشمال ما بيبقى بيشتغلش في كويس، او في فيه تنميله. وفي مشكله بتبقى حصلت على مستوى الاوعيه الدمويه الخاصه بالعصب الخامس بتاع الوجه، وابتدت دخلت في قصه ان هي خلاص بقى في يعني في سكه اتفتحت للالم الصداع النصفي، اللي هو التهاب في الاوعيه الأعصاب الدمويه والأوعية للعصب الدموية. الخامس بطريقه معينه. ابتدت تحصل بقى النوبات المتكرره للصداع النصفي، اللي احيانا بتوصل النوبه الواحده انها تقعد لغايه 72 ساعه، ثلاث فعلا. ايام يعني. طيب وده بيجي مع تنميل في الايدين ولا ده ملوش دعوه؟ لان احنا نعرف الصداع النصفي ده مثلا بحس بتنميل في ايديا، مش قادره اتحرك، او نصي كله فيه مشكله. هو المعتاد 80% من حالات الصداع النصفي بنقول عليها الكومون ميجرين او الصداع النصفي المعتاد، ده عباره بس عن الم في نصف الراس والوجه، وبيجي بطريقه معينه، الم شدته مش ممكن تبقى بسيطه، لازم متوسط او شديد. بيجي بيقعد من حوالي 3 ساعات لغايه 72 ساعه زي ما قلنا. احيانا بيعوق الانسان عن اداء عمله. طبعا. اثناء فتره الصداع ممكن يحصل قيء من شده الالم، والانسان بيبقى متالم لدرجه انه مش مستحمل لا الصوت ولا الضوء. فدي كلها من اعراض الصداع النصفي. طب وده بيكون سببه بقى، يعني سيبنا بقى موضوع الالام ده، بيكون سببه الحاجه ليها دعوه باي حاجه عضويه مثلا، يعني العينين، الضروس، الحاجات دي، ولا لا، الرقبه الصداع مثلا؟ النصفي لو تشخص ميجرين يعني صداع نصفي، لا ده بيبقى سببه زي ما قلنا مشكله في الاوعيه الدمويه في الاوعيه للعصب الدمويه فعلا. الخامس. انما طبعا لازم في الاول، عشان كده قلنا يعني الصداع النصفي بيتشابه مع حاجه اسمها الصداع العنقودي، ده برضو بسبب مشكله في الاوعيه الدمويه، بيتسبب مع حاجه اسمها الم الوجه الغير نموذجي الاتيبيكال فيشل بين، لازم نستبعده. بيتشابه مع التنشن هيديك، اللي هو وده اكتر نوع من انواع الهيديك، تنشن الصداع اللي هادك هو ده التوتري او التوتر، الايه تمام. اللي نقدر نقول عليه السايكيك، او يعني ناتج عن حاله نفسيه او توتر نفسي انعكس على صداع. بيبقى الواحد غالبا حاسس ان زي طوق حوالين دماغه، بيبقى معاه توتر في عضلات الرقبه وخلف الراس. انا افتكرت العكس، ان لما بيكون في مشكله في الرقبه هو ده اللي بيسبب الصداع. وممكن انه في نوع من فقرات الرقبه في مفاصل معينه فيها اسمها المفاصل الشوكيه او الفاسيت، دي بينشا عنها غالبا الم في الحركه بتاعه الرقبه، ويسمع في غالبا في الكتف ولوحة الكتف، وبيحصل معاه برضو ألم شبيه بالصداع في عضلات الرقبة وخلف الرأس.